سيدتي، ومع هذه الفقرة ومعنا ومعكم الأستاذة هايدي محمود حنفي، معلم أول ألف بالتربية والتعليم وحاصلة على الدكتوراه الفخرية في العلوم والتكنولوجيا ومنسق محافظة أسوان بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا. أهلا بك يا أستاذة هايدي. سعيدة جدا لحضرتك موجودة معنا النهاردة، وبنقول يعني هناك الكثير من التطوير اللي حادث داخل وزارة التربية والتعليم وبيلقي بظلاله على المدارس والمعلمين. من هذه المشروعات الهامة اللي بنحاول ان احنا نقدم وجبة دسمة ومريحة لولادنا بحيث ان هم يتلقوا العلم بشكل مبسط هو مشروع الدرس التكاملي. فما هو المقصود بهذا المشروع؟ في البداية بحب أوجه شكر لحضرتك للتقديم الجميل ده وأستاذ سحر وجميع العاملين لإذاعة أسوان. مشروع الدرس التكاملي، الفكرة هدي نبدأ عن حضرتك عنها كده بالفكرة وإزاي بلورتها لحد ما وصلنا للصورة النهائية. الفكرة بدأت بداية تحت توجيهات دكتور خالد كوبيسي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، وأستاذ عبد الكريم لطفي مدير عام التعليم بأسوان. حابين إن احنا نوفر مناهج للطالب، المناهج اللي هي بتساعده على التعلم الإيجابي بشكل إيجابي بصورة أسهل وأوضح، وتحدده في فترة الأجازة خصوصا عشان ما يهملش الدراسة خالص، إن هو في المناهج ومستمرين بيها على مراحل مختلفة. فبدأنا من المرحلة الابتدائية بالفكرة دي عشان نوضح بيها الدرس التكاملي على مناهج المرحلة الابتدائية وخاصة الصفوف من الرابع للسادس. الفكرة بتتضح من خلال ربط المواد الدراسية ببعضها البعض وتقديمها بشكل سهل وشيق وجذاب للتلميذ، بحيث ان هي بتحببه في التعلم ومارسة القيم في العمل الجماعي والتعاوني داخل نفوس الطلاب وبعضهم البعض. الفكرة بدي اختيار خمس مدرسين في تخصصات مختلفة، العلوم والرياضيات واللغة الانجليزية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية. الخمس معلمين دول على قدر من التميز والإجادة في عملهم واتقانه من قبل التوجيه الخاص بكل مادة من المواد الدراسية، ومن خلال الاجتماع بوكيل الوزارة مع دكتور خالد كوبيتي وكيل الوزارة والأستاذ عبد الكريم لطفي، تم وضع الخطوط الأساسية للفكرة وإزاي إن إحنا هنبدأ نعملها ونرسمها ونبدأ نفعلها لحد ما تظهر بالصورة النهائية. وبالفعل بدأنا من خلال ورش عمل، اجتماعات ما بيننا وبعضنا سواء كانت اجتماعات حضور فعلي او اجتماعات اونلاين، وده طبعا كان هنا دور جميل وجذاب للميديا في التواصل ما بيننا خصوصا في الظروف الحالية من تداعيات جائحة كورونا. فبدأنا ان احنا نتشاور، بداية بدأنا باختيار الدرس اللي هيتم تفعيله على مشروع الدرس التكاملي وربطه ما بين المواد الدراسية الخمسة المختلفة. ثم بعد ذلك بدأنا كل مدرس ان هو يشوف وجهة نظره اللي انا اقدر مادتي ابرزها من خلال الدرس دوا، استخدم وسائل ايه معينة بحيث ان هي توضح لي الدرس وتحبب الطالب في المادة الدراسية وتكون شيقة وجذابة ويسهل فهمها. كذلك استخدام الميديا الحديثة زي ما وضحت سابقا، وكذلك تطوير الميديا. حاليا احنا بنستخدم اكتر المنصات التعليمية والالعاب الالكترونية، كل الكلام ده احنا حاولنا ان احنا ندخله في المشروع الدرس التكاملي بحيث ان يظهر الدرس التكاملي شامل وكامل وتكامل ما بين المواد الدراسية وبعضها البعض في جميع النواحي، يظهر كدرس واحد. الطالب ما يحسش ان في زي فاصل ما بين المواد الدراسية، لا احنا بناخد الدرس من خلال المواد الدراسية كلها بنوضحه للطالب بصورة سهلة وبسيطة وشيقة فيسهل فهمه. الطالب بيحب ده يعني، ويحب ده. احنا دايما بنقول ان بيبقى فيه يعني نوع من التطوير،
تطوير التعليم ده مفهوم شامل وواسع، بالتالي اما بعمل تطوير لهذه المنظومه بيصب داخل يعني على العاملين داخل مديريه التربيه والتعليم، وبالتالي بنحاول نحن نوصل هذا المفهوم للاسر وللولاد. فاستخدام المنصات التعليميه، وان احيانا الولاد من طول الفتره حاسه ان هم موجودين في اجازه، فبالتالي الام بتبقى محتاجه ماده شيقه توصل للطالب تربط اكتر من درس بعضهم مع بعض. اكيد مع حضرتك طبعا، عشان ما ينساش الطالب خلال فتره الاجازه المناهج الدراسيه اللي خدها دلوقتي، يبقى ان هو يذاكر شيق وجذاب بالنسبه له، ما يفقدش متعه استمراريه الايه الدراسه والتواصل والمعرفه. في بتبقى تحديات بتواجهكم لما انا اجمع 5 معلمين من الدراسات الاجتماعيه، العلوم، الرياضيات، العربي، اللغه الانجليزيه، اما بجمعهم وبحاول ان انا اوحدهم واصلهم جميعا في بوتقه واحده، ده بيبقى فيه نوع من الصعوبه برضه. اكيد اكيد، ودي كانت من الصعوبات اللي واجهتنا. بدايه احنا 5 مدرسين زي ما ذكرت، واحب اوجه شكر لزمايلي ان احنا بصراحه كان التعاون ما بيننا ده اهم حاجه، وفي نفس الوقت احنا اتعرفنا على زمايل جداد ما كناش نعرفهم قبل كده. يعني انا شخصيا اول مره التقي بيهم، وبالتالي بقى في بيننا عمل وبيننا تعاون، وده هيستمر اكيد بعد كده سواء على مستوى العمل او على المستوى الشخصي. يعني احب اوجه الشكر ليهم جميعا، بدايه من استاذه عواطف محمود مدرسه اللغه العربيه مدرسه 25 يناير، استاذ مصطفى عبد الغني مدرس رياضيات السيده نفيسه، استاذه اسماء محمد عبده مدرسه اللغه العربيه بالسحري متميزه، دي اكملت بعد استاذ عواطف العمل معانا، استاذه نجلاء منصور لغه انجليزيه بمدرسه هدى شعراوي، استاذ ياسر نصر الدين مدرس دراسات بمدرسه علي ناصر الابتدائيه. انتوا جمعتوا المجموعه كلها وفكرة هذا المشروع طبقت على مراكز أسوان المختلفة، يعني اكتسبناش فقط على مدينة أسوان، لا دي طبقت أيضا على مركز دراو وكومومبو وإدفو ومصر. بالفعل إدارات أسوان كلها، إحنا الأول بتاعنا إحنا الخمسة موجودين في أسوان في إدارة أسوان. واخترنا الدرس اللي إحنا هنطبق عليه وبدأنا العمل، ومن خلال إن إحنا عرضناه في عرض تقديمي أمام وكيل الوزارة ولجنة التقييم من موجهين العموم، وبالتالي لقت اهتمام كبير من خلالهم، وبالتالي بدأنا بقى بنشر الفكرة إن إحنا نجمع مدرسين من كل مدرسة من مدارس إدارة أسوان. بعد كده المدرسين دول بيكونوا مجموعات داخل مدرستهم، المجموعات ده هي بتعمل نفس الشغل اللي احنا عملناه وبدأناه اللي هو مشروع درس تكاملي بيتم تطبيقه، وبعد ذلك تقدمهم للدرس التقديمي من خلال العروض التقديمية وتقييمهم كذلك من لجان الموجهين العموم، وبالتالي جميع الشغل اللي ظهر بصراحة كان صورة مشرفة وجميلة كبير من جميع الموجودين وخرافات الدكتور خالد والمواطنين العموم كلهم. الحلو في الفكره دي جدا، ومن كان من ضمن الاسئله اللي الدكتور خالد كان دايما بيسالها ليه حضوره للمدرسين، ايه افضل حاجه انتوا لقيتوها او افضل ميزه شفتوها من المشروع دوت؟ كانت على الاجماع العام اللي هي التعاون والعمل الجماعي والشكل الايجابي، ان احنا نظهر العمل في شكل حلو ومفيد للطالب، ده اولا اللي هو المحور الاساسي في العمليات التعليميه، وبالتالي كذلك بيظهر شغل كل مدرس، يعني كل مدرس بيحب ينوع ويغير ويقدم افضل ما لديه من طرق واستراتيجيات مختلفه في تطوير مهامه وتطوير ده هدف تنشيط للجميع. وبالفعل كلها يعني اكثر من رائعه. احنا سعداء جدا يعني بظهور هذا المشروع والتعاون، وبنتمنى لكم مزيد من التوفيق ان بيكون بقى على ارض الواقع على منصات التعليم، وايضا على داخل جدران المدارس، يعني في الاحتكاك المباشر مع اولادنا وعودتهم ان شاء الله سالمين جميعا. يعني بنتمنى ان انتم كلكم تكونوا امنين باذن الله.
ده على ارض الواقع يبقى بذره خير. يعني هذه البذره الجميله ان انا ببتدي اربط الطالب والطالبه كل المواد بعضها مع بعض، ما يبقاش في فواصل او حواجز او احساس ان هو بيطلع من منهج بيدخل في منهج، وبالتالي في تلاقي لما بنقابل تلاميذ وطلبه يعني لا انا ما بحبش ماده كذا، انا ما بحبش، يعني بيبقى في نوع من حوائط الصد. هنا هنبتدي نزيد بقى هذه الفروق بالفعل، لان في المواد اغلب المواد اللي هي بدايه من الصف الرابع زي مواد العلوم والدراسات، فبالتالي دي بتبقى وجودها او ظهورها عند الطالب من الصف الرابع، فماده الطالب بيبقى غير متقبل وعنده فكره عامه ان هي مواد تقيله نوعا ما، لكن مع تطويع المدرس او المعلم للماده بطريقته وتحديد الطالب في الاستراتيجيات اللي بيستخدمها وطريقه شرحه والتغيير البيئه الصفيه من مجرد وجوده في الفصل الى نزوله لداخل المعمل ونزوله الى الفناء او الحوش او خروجه داخل خارج المدرسه خالص في زيارات مختلفه، الزيارات هي بتثقل المعلومه اللي بيشوفها الطالب داخل المدرسه. يعني واحنا عندنا هنا يعني اسوان والاقصر ومحافظات الصعيد غنية بالآثار، فبالتالي أنا ما بربط المعلومة مثلا اللي هي في الرحلة الطبيعية والميدانية مع معلومة موجودة دراسيا في مادة الدراسات على سبيل المثال، هنا بيبقى في نوع من التنسيق والحاجة بتبقى راسخة في ذهن الطالب وبتديله نوع من الاعتزاز بذاته وبلده. أكيد أكيد مع حضرتك، المعلومة اللي الطالب بيعملها بإيده وبيجربها بإيده لا يمكن ينساها، دي حاجة أنا شخصياً اتعودت عليها من أثناء دراستي ومن وأنا طالبة، بالفعل المدرسين اللي كانوا بيدوني، المدرس اللي بيترك أثر لدى الطالب هو المدرس اللي بيبقى مميز بمادته، هو المدرس اللي بيجذب الطالب للمادة وبيخليه يحب المادة ويحب المدرس جداً، وده بالتالي بيبقى له أولوية عند الطالب ويحب المادة وما يشوفش فيها أي صعوبة ويتفوق فيها كمان، مش بس إن هو يتعدي عليه كمادة دراسية، لا لا لا، ده بيخلي إن المدرس مميز بمادته، مدرس مميز بشرحه، لا بس بيبقى كمان بيحبه للمادة ويتفوق فيها. استكمالا لكلام حضرتك بالنسبه لمشروع الدرس التسامح، احنا دكتور خالد وثقنا بمصادر التنوير ودي كانت من الوصف اللي اسند صدورنا جميعا، ان وثقنا بمصادر التنوير احنا لمشروع درس فكره الدرس التكاملي، وان احنا بنكون مثال يحتذى به، وكثير من المدرسين بعد ذلك بيسيبوا على نفس المنهج ويبقوا في مدارسهم من خلال المجموعات المختلفه دي. دي كانت حاجه من حاجات المحاضرات لينا، وشيء محفز يعني ان اللي على راس التربيه والتعليم بيهديكم هذا اللقب مصادر التنوير، وده اللي احنا بنتمناه، بنتمنى بالفعل ان مصابيح التنوير تبتدي وتتلألأ كده، ونقدر نربط ما بين الدراسه النظريه والدراسه العلميه والواقع اللي احنا عايشينه، وده كمان يا دكتوره هايدي ممكن نستفيد بيه من خلال يعني حضرتك منسق محافظة أسوان بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا. فهذا المركز أيضا ممكن بيقدم تجارب حية ووصف حي، فجولة كده مع حضرتك داخل هذا المركز وأهم الأشياء يعني تجربة نيوتن، التجارب العلمية، وفي أيضا معمل اللغات، يعني هناك الكثير داخل هذا المركز اللي ممكن أولياء الأمور والأسر والأم تبقى بتقوم بجولات ميدانية مع أولادها فيه. بالفعل بالفعل احنا من خلال المركز بنذكر دور المدرسه، بنقدم زيارات للمدارس وجميع المؤسسات الموجوده للتربيه والتعليم لزياره المركز، ورؤيه ما بدات من تجارب واجهزه ومعرفه المزيد والمزيد المزيد، يعني تطبيق العملي للمعلومه. كذلك بنقدم تدريبات خلال فتره الاجازه الصيفيه واجازه العام، تدريبة شيقة ومفيدة للطالب وللأسرة بجميع أفرادها، للأمهات كورسات لغة إنجليزية وللمدرسين تدريبات استراتيجيات وتنمية مهنية، للمعلمين
في جميع المجالات تدريبات حاسب آلي وإدارة كمبيوتر مختلفة للطلاب، كذلك إذا الفكر الأساسي اللي نحن بنشوف تحقيقه تفوق الطالب جميع الخدمات بنقدمها للطلاب، دورات حاسب آلي، دورات مختلفة في جميع المجالات، أنشطة علمية وتكنولوجية ورياضية وفنية، جميع المجالات عندنا في المكتب بنقدمها مجالات متنوعة كلها تهدف إلى خدمة الطالب بلاحق. بالفعل، ويعني احنا بننتهز فرصة الاجازة، وان هنا العجب بيبقى على الاسرة وعلى ولي الامر ان هو بقى اللي بيقوم يعني بالامابة عن المدرسة، ان هو بياخد الطالب وبياخد ولاده وبيروحوا هذه المراكز الاستكشافية. يعني انا افتكر ان احنا كنا بناخد ولادنا وبنوديهم المركز الاستكشافي هنا في طريق السادات في مدينة اسوان، وبنبتدي بقى بنعرفهم على الاقسام اللي موجودة فيه، فكان بيتفرج على الكتل الحديدية، ازاي انت تفرق ما بين كتلة وكتلة، ازاي مفهوم الوزن بالنسبة له، المعمل اللغات كان معمل متطور وحديث وفيه الكثير من البرامج، وكمان دخول الحاسب الآلي في هذه المرحلة. نعم طبعا، حاليا كمان بنقدم خدمات اكثر في مجال الحاسب الالي، دورات يعني مختلفة متنوعة جدا جدا، واللغة الانجليزية كذلك دورات فيها، يعني ما لا ناكل ولا نمل من العمل لخدمة الطالب وتفوقه دايما وتفوقه بالمادة العلمية والمادة التكنولوجية، يعني بندمج دايما العلم والتكنولوجيا على مدى الحياة الدراسية للطالب عشان يبقى متفوق. ده ما نخليش الطالب اهتمامه بالتكنولوجيا اهتمام سلبي ترفيهي فقط او لعب او جيمز، لا احنا هنستخدمها بشكل ايجابي. يعني احنا استخدمناها كذلك في مشروع درس التكاملي، ان هي ربطنا ما بيننا من خلال الميديا، يعني احنا في إدارة أسوان كل محافظة مختلفة عن التانية كنا تواصلنا من خلال الميديا، لكن أنجزنا العمل والمشروع تمناه من خلال الميديا والتواصل والتكنولوجي والألعاب التعليمية والاختبارات الإلكترونية، والكلام ده كله طبقناه أدخلناه في شغلنا من خلال مشروع الدرس التكاملي. فهنا استفدنا بالميديا في الدور الإيجابي ليها وكيفية الوصول إلى العمل المنشود دكتورة هيثم محمود حارة، في بصفتك مدرب محترف كتنمية بشرية، بنجد ان طول فترة الاجازة وطوالها بنلاقي ان الولاد اصبحوا 24 ساعة الأم، يعني ناحية تنموية إزاي تقدر تقلل هذه الساعات، لأن كثير ما بيحدث اصطدام ما بين الأم وما بين الولاد، كفاية وقفوا إن إحنا نقسم الوقت ونستفيد به، يعني فن إدارة البيت في استغلال الوقت استغلال أمثل. مع حضرتك دور بقى الام داخل البيت، يعني حاليا احنا طبعا الدراسة في فترة تأجيل الدراسة، فبنبدأ ان احنا الام يبقى عليها دور كبير داخل البيت في تنمية الطالب، ان احنا المعلومة اللي خدناها في الدراسة ان احنا ما ننساهاش، ان احنا عمليا يعني ممكن الام من خلال تعليم ابنها ازاي ان هي مثلا الكتلة بحاجات بخانات بسيطة، مثل عين طماطم، عين طماطم، عين كتلتها، عندي مية، عين حجمها في مثلا مخبار مدرج او انها مدرج انها مدرج، يعني الحاجة اللي ابني خدها اثناء الدراسة مرتبة بشكل عملي داخل الحاجات المتاحة والمواد المتاحة والحاجة الطبيعية اللي احنا فعلا بنستخدمها، فهنا مش هينسى ده، وبالتالي هيحب هو يدور يعمل، طب يلا يا ماما نعمل حاجه تاني، طب نستخدم حاجه تاني من الحاجات اللي احنا شفناها في المنهج. وبالتالي هنا الام لازم يبقى لها دور في خلال فتره الاجازه عشان الطالب ما ينساش كذلك لانه جوه بقى مره تاني للمدرسه، مع كذلك المنصات التعليميه والدروس اللي موجوده عليها. حاليا المدرسين بيتفوقوا في اظهار الدروس بشكل جيد يجذب الطالب ويخليه هو يحب الماده،
يعني فهم الناحيتين، فبالتالي مش هيحس الطالب نهائي اللي بيسعى لمواصلة الدراسة أبدا بأجازة، لكن بالعكس ده هيستفاد بيها ويستغلها ويرجع بعد الأجازة إن شاء الله بتفوق أكتر. نعم، لكن أحيانا بنجد في نوع من الخنقة في البيوت، يعني هذا الشعور اللي موجود نتيجة الأم هي أصبحت كل، يعني زي ما بنقول كل المهام أكلت إليها، أنت اللي بتعلمي طفلك وأنت اللي بتقسمي المناهج الدراسية كتوزيع بحيث يبقى توزيع عادل اللي هو ما يسقطش مادة معينة، في نفس الوقت بنراعي الجزء الترفيهي مع ابنها هنا، إنما إزاي إيه النصائح اللي أنا أوجهها للأم وأقدر أوجهها توجيه سليم في هذه المرحلة الصعبة؟ الأم هي دينامو البيت، فبالتالي ده إنجاز، ده أقل وصف طبعا هي الجميع الأمهات للأدوار اللي بيأدوها داخل البيت، يعني سواء خاصة إذا كانت الأم بالتالي تعطيك دور خارج البيت وداخل البيت. الأم دينامو، وبالتالي فالأم لازم إن هي تقدر تطوع الأمور البيت كلها بحيث إن يظهر أولادها على أفضل صورة، يعني أولاد ناجحين، أولاد متفوقين في دراستهم، فلازم الأم تكون متابعة باستمرار، المتابعة باستمرار، ومش بس المتابعة وإن إحنا يبقى في أوامر ولازم نلتزم بكذا وكذا، لا، المتابعة وإن نحبب الطالب يبقى حاجة هنا بقى من الأم لابنها، مش من المعلم للطالب، لا، من الأم لابنها، يبقى هنا دورها بقى دي التحبيب أكتر، الحب مادة الأم لابنها، فبالتالي أي حاجة بتزول، في أي عوائق بتزول ما بين الأم وابنها، وبالتالي هيقدر إن هو لا نعمل النهاردة ده يا ماما، لا طب إيه رأيك نعمل ده؟ طب تديله مكافآت، تديله تحفيز ان هو لما يذاكر، لما ينجز حاجة معينة، لما يعمل الحاجة ده هي بالشكل المطلوب، يبقى فيه هنا إثابة، فيه تحفيز، فبالتالي دايما هيبقى الولد عاوز يعمل اكتر عشان ياخد إثابة، يعني التقدير والتحفيز ده من الحاجات اللي دايما اي ابن بيحبها من والدته اكيد، يعني نعم بالفعل، يعني اسلوب المكافآت واسلوب ان انا اقدر، يعني في بعض الامهات لجأت للوحه اللي هي اللوحه الفخريه داخل البيت واستخدموها بشكل مبسط على الثلاجه، ان مثلا ادي لك ستيكر، ادي لك نجمه بنفس وش كده ضاحك، فيس وضاحك، مع كل شيء بيتم انجازه، فبالتالي هو بيعد العدد اللي هو حصل عليه، فبيبقى نوع من الدافعيه بالنسبه. فعلا احنا عندنا التقدير اللي هو المعنوي ده اهم، يعني اهم انواع التقدير، ان هو يعمل الحاجة ونحفزه ونشجعه، يبقى بالتالي هيكررها اكتر، يعني اكتر من مرة، وده راجع بقى للام بقى وهي شايفة ابنها ايه طريقة، افضل طريقة ان هي توجهه بيها وتحفزه بيها وتثير اهتمامه ناحية الدراسة وتخليه متفوق، فده راجع لذكاء الام برضه تعامله مع ابنها، يعني ايا كان عدد الصور المختلفة للإثابة وللتحفيز راجع للأم بقى، وتفكيرها وطلعها وربطها للدراسة داخل البيت مع ابنها، فكل الحوامل دي بتخلي الطالب أكيد أو الابن وأمه على تواصل دايما، علاقة محببة، وبالتالي هتساعده إن هو يتفوق، يعني في كتير من بالظبط، في كتير من الامهات تقول انا مش بعرف اذاكر مع ابني، انا مش بذاكر مع ابني في المذاكره، احنا متفقين جدا في كل حاجه ما عدا المذاكره، هنا بقى لازم الام تحاول ان هي عليها جانب كبير في ان هي تغير من طريقه مذاكرتها مع ابنها، تحببه في المذاكره ايا كان الماده اللي بيذاكرها، خاصه الماده اللي هو بيشكي ان هو مش حاببها او ان هو مش بيحب يذاكرها، يبقى دي هيبقى عليها عائق اكتر فيها. يعني احيانا بنجد ان بعض الصفات الامهات، يعني في الام العصبيه او الام المضغوطه، بيبقى لود عليها ان انا بتبقى عايزه تنهي، يعني تنهي الدرس، عايزه تلخص بسرعه وتعمل، فبالتالي هذا الطابع الخاص بالام بينتقل للطالب وبينتقل للطفل الصغير، فبالتالي بنلاقي النتيجه عكسيه تماما، يعني ما قدرتش توصل المعلومة بشكل سلس.
أكيد الابن أهم حاجة، المفروض إن هي يبقى عندها تخصيص الوقت ابنها زي ما بنخصص وقت لكل حاجة، يبقى اليوم بتاعنا متقسم وقت للمذاكرة، وقت للعب، وقت الكذا الكذا الكذا، فهي يبقى تخصيص وقت معين لابنها. الوقت دوت تبقى تكون في معاهدة معاهدة نفسها إن هي تذاكر معاه بطريقة كويسة بعيدا عن العصبية، يبقى في وقت مخصص لذلك دايما يوميا. كذلك ممكن اثناء وقت المذاكره، مش الوقت كله مذاكره، لا لازم يدخل فيه بريك، يبقى فيه جانب من الترفيه عشان الولد يحس بشويه من عدم الملل، يعني ما يبقاش في ملل. لا يعني بالنسبه للترفيه، يعني بالنسبه للترفيه نجد ان كثير من الامهات بيلجأوا لوسيله ايه؟ طب روح اتفرج على فيلم كرتونز، او بتفتح قناه تلفزيونيه مستمره 24 ساعه بينقل من فيلم لفيلم ومن فتره لفتره. استخدامه لللاب او التابلت او كده بنلاقي الجيمز اللي هي بتستهلك عدد ساعات من الوقت. تقليل الوقت وان انا احدد الوقت الترفيهي بالنسبه لابني وابقى الماده نفسها اللي هو بيستخدمها بحيث ان انا اعمل لها نوع من المتابعه ايضا. تمام بالظبط، زي ما خصصنا وقت للمذاكره يبقى احنا نخصص وقت للترفيه، نخصص وقت للتلفزيون، نخصص وقت للعب، كل حاجه مخصص لها وقت، لان استخدام التكنولوجيا والكمبيوتر والنت والحاجات ده هي بشكل مفرط، ده بيبقى له تاثير سيء جدا على الولد. وكذلك احنا دلوقتي بنلاحظ الامراض التوحد الكثيره اللي زادت بسبب ان كتير من الامهات بتشغل التلفزيون للولد وتسيبه قدامه بالساعات. اولا انت مش عارفه ايه الماده اللي هو بيشوفها، هل هي كلها ماده كويسه، هل هي ما فيهاش حاجه تضر بالولد، تضر بتفكيره، دي حاجه. تاني حاجه اللي هي التاثير السلبي للتكنولوجيا بيجي على خلايا المخ، فبالتالي ده جانب اخر. اذا له تاثيرات، يعني تاثيرات صحيه، بيضر بصره كتير. الولاد لابسين نظارات، ضعف في النظر، في الرؤيه، التلفزيون كتير، كل الحاجات دي بتاثر تاثير سلبي. فلازم نخصص وقت زي ما خصصنا وقت للمذاكره، وقت للتلفزيون، وقت للعب. ده بيخلي الولد يحس ان كل حاجه ليها وقت وان يومه متقسم، ما يبقاش اليوم بيطغى فيه جانب على جانب اخر. ونحاول طبعا ان احنا يبقى استخدامنا للتكنولوجيا بشكل ايجابي اكثر منه سلبي، عشان يبقى كده عندنا بيجيد استخدام بعد كده، هو من نفسه هيجيد استخدام التكنولوجيا للحاجه اللي بتخليه متفوق في دراسته اكتر. يعني احنا شفنا ان بعض يعني بعض من خلال محاضرات التنميه البشريه ان تقسيم العمل نفسه العمل مهم ومهم جدا ومهم وعاجل وعاجل جدا، وان انا ممكن ااجله توقيت معين ان هو غير عاجل وغير مهم. التقسيمات الاربعه دول بحيث ان انا احدد من بدايه اليوم ازاي الام نفسها تبتدي تبشر حياتها تبشر يومها بالامور المهمه جدا. ما نلاقيش الام منشغله مثلا 24 ساعه قاعده في المطبخ بتجهز في وجبات تغذيه، او ان هي زي ما بنقول ان هي مشغوله بنظافه البيت. في امور مهمه وفي امور اكثر اهميه، وفي مهمه وعاجله جدا ان انت تهتمي وترعي هؤلاء الابناء. اكيد الاولاد هم البذره اللي احنا بنزرعها وبنحاول ان احنا نرعاها ونقدم لها كل سبل الرعايه لحد ما يكونوا صالحين في مجتمع صالح وافراد ايجابيين. دور الام هنا بيجي بقى دورنا كتقديم دورات اداره الوقت من خلال التنميه البشريه. بنساعد الامهات ان هي ازاي تدي وقتها، ازاي تقسم وقتها، ازاي ما يضغطش جانب من الوقت اليوم على جانب اخر، ازاي تتعامل مع الطفل في بقى مشكلات بنواجهها، مشكلات الطفل العنيد، مشكلات الطفل العصبي. يبقى ازاي ان الام مع كل طفل تقدر ان هي تتواصل معاه، مشكلات حاليا الطفل التوحدي، ازاي ان هي طرق التواصل معاه. كل الحاجات ده هي من خلال دورات معينه خاصه بنقدمها للام. اداره وقتها، اداره التعامل مع الطفل
التوحيد وهكذا، كل الحاجات دي هي بتساعد اي ام لو ما عندهاش امكانيه التواصل والتعامل مع ابنها، يبقى تساعدها على تغيير بشكل افضل للحياه افضل معاها. هنا دايما يعني انا عجبني جدا ان لفظ ومصطلح من حضرتك اللي هو الام الدينامو، بس احنا يعني احنا ما بنتكسلش او بنؤمن دور الاب. الاب برضو عليه مسؤوليات وعليه ادوار مهمه داخل البيت مش بس خارج جدران المنزل. اكيد اكيد طبعا الاب بيجي بقى دوره خارج المنزل وداخل المنزل متابعه مع الام، يعني لازم الابن بيحس ان الاثنين بيتابعوه وان الاثنين الاب والام ما فيش انفصال في ارائهم. هنا بقى بيجي لازم ان احنا نوعي الامهات بدورهم ومدى الاتفاق ما بينهم في معامله ابنهم وطريقه التواصل معاه، لان ده طبعا بيخلق مشاكل بعد كده مع الطالب ويخليه ان هو حاسس باختلافات ما بينهم. لا احنا مش عايزين ده، عايزين يبقى في تواصل، حتى لو بابا خارج البيت يبقى عارفين ان احنا بابا هيجي يشوف ما انجزناه داخل البيت، ما ايه توصلنا اليه في يومنا، عملنا ايه، ذاكرنا، كل الحاجات دهية. يعني بابا وماما الاثنين الاثنين لا ينفصلوا. لكن نتيجة ضغوطات الحياة بنجد ان البعض يعني المشاكل والخلافات الزوجية ما بين الزوج والزوجة بتنعكس وبتلقي بظلالها على الابناء ونتيجة لضيق المنازل. يعني احنا ممكن نبقى احنا قاعدين جوه بيتنا وسامعين الخناقة موجودة في بيت تاني، يعني ليه؟ النتيجة لان طبيعة البيوت اصبحت الشقق كله جنب بعضه، فبالتالي ازاي ان انا اطور من ذاتي واطور من ذات ولي الامر اللي هو الاب والام، بحيث ان خلافاته ما تبقاش واضحة وظاهرة بالنسبة للأجيال القادمة. أكيد طبعا ده يبقى عامل كويس الصحة النفسية للأبناء، فلازم إن احنا نتفق الأب والأم يتفقوا دايما على طريقة التواصل ما بينهم، على طريقة التعامل ما بينهم، فيبقاش في حاجة تأثر على نفسية ابنهم أو بنتهم على نفسه سلبي، فنبقى لأ في كذا نتفهم ونتحاور ونتشاور ونتفق ونتوصل لآخر حاجة فيها مصلحة أولادنا الطرفين. فبالتالي لازم يبقى كل اب وام واعيين بالمرحله دهية، وخاصه مع وجود ان الاطفال بيمروا بمراحل مختلفه زي مرحله المراهقه، دي كمان مرحله ليها تاثير كبير عليهم وعلى صحتهم النفسيه. اكيد لازم الاب والام يكونوا مدركين المرحله دهية والتغيرات اللي بتحصل للاولاد، سواء كانت تغيرات جسميه او تغيرات نفسيه وتاثيرها عليهم، فلازم ان احنا نحاول معاهم ان احنا نتخطى المرحله دي ونوصل بسلام، يبقى عندنا طفل او ابن معافى نفسيا قبل جسديا. وهو ده اللي احنا بنتمناه، يعني الفكره مش علوم علميه فقط، لا بالعكس ان انا يعني ببني انسان، هذا الانسان يبقى صحيح بيتميز بصحه نفسيه، وان هو اللي هيبقى انسان المستقبل، هو اللي هيقود المستقبل، هو اللي هيكون موال بيوت جديده. فبالتالي اما بطلع ابن او ابنه مضغوطه داخل البيت بمناهج دراسيه يعني بنوع من القيود على الترفيه، بنوع من القيود على مصروف البيت، بنوع من القيود كم الفروض اللي بتفرض عليه، بالتالي بنجد ان هو بيبقى في حاله من التكتيف النفسي، وبتبقى الانفجاره بتاعته بتبقى انفجاره صعبه جدا. اكيد طبعا، وبيبقى في الحاله دي بيبقى بيكون صعب السيطره وصعب العلاج ان هو عدى مراحل معينه. بس احنا هو الطفل لسه في مرحله ان هو لسه بذره، لسه بنزرع فيه قيم واخلاق وصفات ايجابيه حميده وصفات دينيه وكل الحاجات دي، ننمي وندرس فيه الكلام ده من المرحله الاولى، احنا نزودها في المراحل السنيه المختلفه دي، ان احنا نزودها عشان يبقى بالتالي عندنا شخص سوي. نفسيا بمعنى الكلمه بعد كده، يعني احنا اللي بنزرع، احنا اللي بنكون بعد كده
لحد ما نوصل بيه لشخص كبير، وبالتالي ده هينعكس فيما بعد على اللي هي لما يجي يكون اسره واولاد وعيله، بالتالي هينمي اللي هو شافه في اولاده. نعم. بالنسبه لي يعني استعانه الاب والام بعناصر خارجيه، يعني اما بيواجهوا مشكله ما، سواء مشكله علميه او مشكله تربويه او حتى في التعامل والتواصل مع ابنهم او بنتهم، ان انا بيبقى في خط تاني وفي خط تالت، ان انا ممكن استعين بشخص يكون مؤثر. حضرتك من مدرسه ان انا اجيب اشخاص تانيين يتعاملوا معانا، ولا ان هي فقط قاصره على الاب والام؟ لا ممكن، بس الاب والام، الاب والام، وممكن الاب والام يستعينوا بغير، بس اللي يكون اللي هم اللي ظاهرين في الصوره. ده مفضل. بعد كده ممكن ندخل بقى الاطراف ثانيه في الصوره ليها تاثير ايجابي، يعني زي ما حضرتك قلتي ممكن المعلم، ممكن اي حد الابن دوا بيحبه وبيسمع كلامه، يبقى نقدر ان احنا ندخله. بس احنا حابين في الاول ان الاب والام هم اللي بيكونوا الاساس، اللي بيدوا الابن كل حاجه عندهم، كل حاجه كويسه، ثمره نجاحهم في الحياه، وثمره فهمهم ووعيهم واكتسابهم من الخبرات خلال الحياه يدوها لابنهم. فبالتالي ممكن ندخل اطراف ثانيه، بس طبعا مع مراعاه اللي هو التقييم، ان احنا بندخل حد على درايه، على مستوى علمي، مستوى ثقافي، مستوى نفسي، يجيد التعامل مع الاباء وبالتالي مع الابناء. لان ده بيبقى هو يعني هو يعني بنستعين بشخص خارجي، بشخص بطرف من بره، بالفعل ان هو بيبقى تاثيره النفسي على الابن ومكانته الاجتماعيه يعني عند الابن، ان هو مثلا بيقدر الشيخ اللي في المسجد لو بيلقي عليه خطبه الجمعه، او بيقدر مثلا الخال او العم، او في حتى جار صديق يكون صديق مقرب من الاب، ممكن الاب يستعين بيه ان هو يقول له نصيحه، بحيث ما يبقاش بشكل مباشر ان يبقى تأثيرها على الولد نتيجة الخطأ هو عمله، فبالتالي الرسالة بنقدر نوصلها بشكل غير مباشر. اكيد حد لازم يكون مصدر ثقه، احنا نكون واثقين ان الطرف الثالث دوت او الطرف اللي هيدخل معاون في التواصل ما بين الاب والام والابن، لازم يكون حد جدير بالثقه دي، او حد يكون الهدف الاساسي والاسمى عنده الاهتمام وخروج الابن من المرحله دهية، وال نوصل بيه لبر الامان، اللي هو يكون ابن سليم علميا، وان احنا نقدر نوصل لهم المعلومه العلميه بشكل مبسط من خلال الخطط القوميه لتطوير المناهج التعليميه، وايضا ده بينعكس على بيوتنا وبينعكس على سلوكيات الاب والام مع الولاد، ودايما الاب والام بيحلموا ان ولادهم يكونوا احسن منهم. انا اسعد استاذ صحر، انا سعدت بلقائي مع حضرتك النهارده، واتمنى اكون اديت قدر من المعلومات البسيطه اللي تخلي كل السيدات في منازلهم وسائل تعاملهم على التعامل مع ابنائهم، ومزيد من التوفيق والتقدم يعني. بشكر دكتورة هيدي محمود حرفي، معلم اول الف بالتربيه والتعليم، وحاصله على الدكتوراه الفخريه في العلوم والتكنولوجيا، ومنسق محافظه اسوان بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا. شكرا لحضرتك. ألف شكرًا.